أهلا أصدقائي المتابعين على الصفحة. مثل ما تعودنا لرسم أي موضوع نبدأ برسم الكتل. نضع الكتل بشكل حجوم، هالشيء بيسهل علينا إنه التكوين يكون ضمن الصفحة، لا ري على اليمين ولا ري على اليسار. طبعا الكتل نرسمها بشكل تناسب بعضها حسب الموضوع الأساسي. نحن هون عم نرسم تكوين هندسي، العنصر الأساسي فيه هو المكعب موجود بنص الصفحة. حطيت الكتلة، في مسدس من جهة اليسار، في مخروط من جهة اليمين، كرة موجودة على المكعب. أنا هيك تقريبا يكون حددتهم ضمن صفحة عمل مثل ما لاحظين. هلا ممكن أكد الخط، برسم التفاصيل. راح اترككم مع الفيديو، برجع بعلق بعد شوي. طبعا وقت رسم العناصر تفاصيلها لازم نضل عم دقق فيها، قارن كل عنصر مع العنصر اللي جنبه مع العنصر اللي فوقه، شوف ابعادهم متناسبة ولا لا، هذا العنصر حجمه مناسب ولا لا، طوله وعرضه. يعني لازم نضل عم نطلع على الصورة الاساسية والعناصر اللي انا عم بشتغلها حتى بالاخر يطلع معي العمل صح. هذا الشيء نحن عم نشتغل هلا بالطبيعة الصامتة، نفسه راح ينطبق على رسم البورتريه او رسم اي موضوع تاني. لازم ضل عم قارن، هذا اهم شيء. راح اترككم مع الفيديو لتتابعوا تتمة رسم العناصر تفاصيلها، وبرجع وقت التظليل. مثل ما ملاحظين انا هون شفت انه المسدس حجمه صغير بالنسبة لباقي العناصر الموجودة جنبه، لهيك راح ارجع اكبره. شوفوا عملية التصليح، ضل امر سهل. اتركها نكمل الفيديو، مثل ما قلت راح ارجع وقت التصليح.
هلا راح نبدأ تصليل. مثل ما أنه تعودنا التصليل راح يكون على طبقات. نبدأ بالطبقة الفاتحة، ممكن أنا أوزعها على كل العناصر أو أرسم عنصر عنصر. بالنسبة للكرة بترك مكان اللمعة بما أنه الإضاءة من جهة اليسار لفوق شوي، فهو راح يكون إضاءة. بظل الباقي المنطقة طبقة خفيفة. طبعا العناصر لونها أبيض، لهذا السبب أنا ممكن أنه مكان الإضاءة خليه لون أبيض. هون مثل ما شايفين بدأت بطبقة تظليل، ممكن أرجع أضيف طبقة تانية مع تغيير جهة القلم وجهة الخط. هو مكان ظل الكرة مع المكعب. المكعب له 3 وجوه، هاي الظل. هو الظل دول السطوح الجانبية، الإضاءة عليهم خفيفة. طبعا سطح الفوقاني عليه الإضاءة. هون مسدس كمان سطحه العلوي ممكن يضل ابيض. ظل الباقي الاسطح مثل ما شايفين. الطبقة الخفيفة انا عم وزعها باقي العناصر كلها. يعني المهم انه يكون التغميق خطوة خطوة بشكل متدرج، ما اني اغمق فورا. او مثلا اذا كنت حابب اني اعمل درجة غامقة ممكن اعملها، بس تكون اخف او افتح بدرجتين من الدرجة الموجودة بالعناصر، هيك بيكون معي مجال لسه اني غمق. هلا راح اترككم مع الفيديو، تقريبا راح يكون واضح. تظليل مثل ما قلنا بشكل خفيف وعلى طبقات بشكل متدرج. الملاحظة الثانية اللي بلاقيها انه خطوط الرسم لازم نحاول نلاشيها، لاشيها من خلال التظليل، اما بتظليل المنطقة او بالتظليل الخلفي. فالشيء اللي راح تشوفوه بالتمرين. دول اهم ملاحظتين بشوف انه اغلب اللي عم يرسموا بيوقعوا فيها. انتبهوا الى حاولوا تستفيدوا منه. بتمنى يكون الفيديو مفيد لكم وبتمنى تتابعوا للاخر. نهاية الفيديو اذا عجبكم بتمنى انكم تحطوا لايك وتعليق، ولا تنسوا تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس ليوصلكم كل درس جديد. اذا في اي ملاحظات او في اي طلبات بتمنى تكتبوا ليها بالتعليقات، او اذا في دروس حابين نعملها كمان ياريت تكتبوها بالتعليقات. التوفيق للجميع، انتظرونا في فيديو قادم.